السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فحمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا به من ظلمة ودياجر. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن جعلتنا من أمة هذا الحبيب، وشرفتنا بأن ملأت قلوبنا حبا له وتعلقا بحضرته وغيرة على جنابه، فهي عطية لك وحدك يا الله المنة فيها علينا. وصلى الله وسلم وبارك على إمام كل إمام ومصباح الظلام ومسك الختام المصطفى سيدنا محمد الذي خاطبه ربه. وأحب أن أفتتح كل محاضرة أو درس في هذه المجالس المباركة حي في قلوبنا صلى الله عليه وسلم بقوله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. فهو المرفوع الذكر، والذي رفع ذكره هو الرافع جل جلاله، الذي إن رفع أحدا فلا يستطيع أحد في الوجود أن يخفضه. إن المعز القادر المقتدر قد قضى بأن يعز ويرفع سيدنا محمد، وبما أن الأمر أمره والقضاء قضاؤه، فإن كل أحد في هذا الوجود تحدثه نفسه بأن يضع من قدر من رفع الله قدره وأعلى ذكره، فستتوجه إليه سطوة قهر القهار جل جلاله، فيتحول مراده وفعله وتفكيره وتدبيره من إرادة خفض لقدر من رفع الله قدره إلى رفع لمن رفع الله قدره. ولهذا أكرر في كل مجلس مضى بأن من فعل ما فعل لو كان دار بخلده أو خطر بباله ولو مرة واحدة ما سيحصل من استيقاظ لهذه الأمة من نومتها تجاه صلتها بنبيها ربما لم يكن ليقدم على هذه الفعلة، ولو علم أيضا أن ما فعله سيترتب عليه اجتماع لشمل أمة عانت من الفرقة، فإذا بها تجتمع يدا واحدة بجميع مذاهبها وطوائفها وتوجهاتها حكاما ومحكومين تجارا ومستهلكين، ونحن في الغرفة التجارية، اجتمعوا كلهم على قلب واحد في أمر واحد ولم يحصل لأمتكم، وتراجعوا راجعوا أنفسكم، لم يحصل لأمتنا أن اجتمعت على هذا النحو لعقود بل لقرون مضت إلا عندما توجهت نية من أراد أن ماذا أقول أن ينازع الله في إرادته. هو أراد أن يضع سيدنا محمدا، والله أراد أن يرفع سيدنا محمد، فمراد الله والله غالب على أمره. إنما جرى لا شك أنه شنيع، لكنه ليس بأول ما يجري، هذا أول ما أحب أن أنبه عليه. في بريطانيا وحدها في السنة الماضية فقط أكثر من 800 كتاب أو كتيب، ما بين كتاب وكتيب ومقالة فيها تجرؤ على سيدنا محمد، ولكن أراد الله في هذا الوقت أن يحصل تنبه للأمة. هذه بداية التنبه. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديث لطالما سمعتموه من المتكلم
زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ديني سيصل إلى ما زوي لي منها هو الذي نفس محمد بيده لن يبقى على وجه الأرض بيت شعر أو مدر أو حجر إلا دخله ديني بعز عزيز أو بذل ذليل وقال أيضا وإن ديني سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وهذه مقدمات حصل أن هبت الأمة كلها غضبة وغير غيرة وانتصارا ونصرة لسيدنا محمد وكان أول الأمر نوع تحرك نابع عن شيء في القلوب من محبة سيدنا محمد لاحظوا أنه قد اشترك فيه الطائع والعاصي أعرف شبابا نقلوا لي عن زملاء لهم ما كانوا يصلون كانوا والعياذ بالله متساهلين في الصلاة وفيهم تارك الصلاة لكن القضية لما وصلت إلى حد محاولة المساس بسيدنا محمد حتى تارك الصلاة هب غيرة على نبيه ونصرة لنبيه ولكن ماذا بعد هذه المرحلة؟ تذكرون في سيرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن سيدنا حمزة أسلم في موقف أتذكرون هذا الموقف؟ سيدنا حمزة لم يكن قد أسلم ومرت على الدعوة سنوات وسيدنا حمزة لم يدخل إلى الإسلام ولم يقبل كلمة التوحيد وكان يخرج إلى البراري يصطاد الأسود كعادته يخرج إلى القنص فعاد ذات مرة فوجد مولاة من موالي قريش فقالت له يا حمزة لو سمعت ورأيت ماذا صنع أبو الحكم اليوم بابن أخيك قال لها وماذا صنع قالت لقد نال منه وأسمعه سبا وشتما قبيحا وذكرت له طرفا مما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي جهل فأخذت سيدنا حمزة ماذا أخذ سيدنا حمزة؟ الغيرة غيرة الحب سيدنا حمزة لم يكن مسلما في ذلك الوقت لكنه كان يحب سيدنا محمد كان هو عمه كان عم سيدنا محمد وهو أخو سيدنا محمد من الرضاع أيضا أرضعته ثويبة ثم أرضعت رسول الله بعد ذلك مولاة أبي لهب كان يحب سيدنا محمد ولهذا منذ سنين نحن نكرر في المجالس وفي المحافل وفي وسائل الإعلام الأمة بحاجة إلى إحياء حب سيدنا محمد لأن الحب إذا تحرك لم يبقى خير في الوجود إلا تبع ذلك الحب وأقبل سيدنا حمزة أخذته غيرة المحب الذي تأخذ الأمة اليوم فأقبل وكانت عادته إذا جاء من الصيد أن يمر بالبيت فيطوف به وكلما مر في طريقه بناد من قريش توقف وتكلم معهم ثم بعد طوافه بالكعبة يرجع إلى بيته فلما سمع الكلمة مشى مسرعا إلى جهة الكعبة فوجد أبا جهل مع فتيان من شباب بني مخزوم فخيذة أبي جهل قبيلته وهو يضحك ويتكلم معهم وهو يشعر بالنشوة بأنه قد نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه فتوجه إليه حمزة مباشرة ومعه قوسه كان متقلدا القوس فأخذ القوس ورفعه وضرب به رأس أبي جهل ضربة شديدة شجت رأسه شجة منكرة تدفق بسببها الدم وقال له أتسب محمدا وأنا على دينه لم يكن على دينه من قبل لم يكن على دينه أتسب محمدا وأنا على دينه أقول ما يقول ردها علي إن استطعت فهب بعض فتيان بني مخزوم لينصروا سيدهم فقال أبو جهل دعوه أبا عمارة فإني قد نلت من ابن أخيه منالا ثم انصرف سيدنا حمزة سيدنا حمزة لم يكن قد ناقش نفسه بالقدر الكافي الذي يقتنع بسببه في الإسلام وفجأة أعلن أنه مسلم فلما عاد إلى البيت يقول سيدنا حمزة فبت بشر ليلة يوسوس لي الشيطان أصبأت يا حمزة
أتبعت هؤلاء الصابئ الضعفاء؟ فلما طلع الصبح ذهبت إلى رسول الله. أول المسألة ما هي؟ حب، غيرة، أثمرت ماذا؟ ذهبت إلى رسول الله، وآن الأوان أن نذهب إلى رسول الله. في قلوبنا حب، أثمر عند إرادة الاعتداء غيرة، ننتظر الآن أن نذهب إلى رسول الله، إلى ساحته، إلى ميدان متابعته، إلى سنته، إلى الارتباط به منهجا. قال: فدخلت عليه فأقبل علي، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أقبل على أحد أقبل عليه بكله، وكأن وجهه الشمس والقمر. سئل بعض الصحابة: أكان وجه رسول الله كالسيف؟ قال: بل كان كالقمر، أي في سناه. وقال بعض الصحابة لعله أبو هريرة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظرت إلى وجهه كأن الشمس تجري في وجهه. وقال أنس: كنت في ليلة مقمرة، أي البدر فيها مكتملا، فأخذت أنظر إلى رسول الله وأنظر إلى البدر، أنظر إلى رسول الله وأنظر إلى البدر، فوالله لوجه رسول الله أو أضواء من البدر. أقبل عليه رسول الله. وإذا ذهبنا إلى ساحة الارتباط بنهجه ودينه وسنته وهديه وأخلاقه ودعوته، فسيقبل علينا رسول الله. إي والله، ومن منا لا ينتظر ساعة يقبل فيها على الحوض ليقبل عليه رسول الله، هاشا باشا فيسقيه شربة هنيئة لا يضمأ بعدها أبدا. فأقبل علي رسول الله فوضع يده على صدري، فوالله ما رفعها إلا وقد شرح الله صدري للإسلام. فأسلم حمزة. سيدنا حمزة كانت فيه صفات الفارس، وكانت أيضا فيه عادات العرب الذين كانوا يحبون الخمر في ذلك الوقت، وكانت لهم بعض الأشياء غير الحسنة مع الصفات الحسنة التي عندهم، وهو من سادات قريش وأراكينها بن عبد المطلب. سيدنا حمزة بعد أن آمن بعد محبة رسول الله، وبعد أن شرح الله صدره إلى الإسلام، أثمر ذلك فيه أشياء. أعطيكم مثالا: قبل أن يحرم الله الخمر، من شدة ولع العرب كانت بالخمر، قالوا: كما تحبون الماء كانت تحب الخمر العرب. قبل تحريم الخمر، كان سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قد خطب سيدتنا فاطمة الزهراء عليها سلام الله، وبصعوبة تيسر له جملان ليولم بهما الوليمة للمناسبة، فشرب سيدنا حمزة حتى احمرت عيناه، وقام وأخذ سيفه وقطع سنامي الجملين، خلاص ذهبت الوليمة التي يمتلكها سيدنا علي، ولم يكن يمتلك شيئا قبل ذلك. فتأثر سيدنا علي وشكى إلى رسول الله، وحصل ما حصل، أولم سيدنا علي بشيء بسيط. لكن الذي كان هذا حاله تولعا بالخمر إلى هذا الحد، بمجرد أن نزلت آية تحريم الخمر لم يذق الخمر قط ولم يقترب منها، ربما لم يفكر فيها أو لم يأذن لنفسه أن تفكر فيها. ما السبب الذي يجعل إنسانا ينشأ على مثل هذا الأمر سنوات طوال، حتى جاوز 40 بل جاوز 50 من عمره، 50 سنة وعادته أنه يشرب، ومولع بالشرب إلى الحد الكبير، بمجرد أن يأتي الأمر باجتناب الخمر انتهى الأمر. ما القصة؟ ثمرة الحب. وهذا كلام يتوجه إلي وإليكم. لما استشهد سيدنا حمزة في يوم أحد، وكان يضرب بسيفين لا بسيف واحد، لما استشهد وبكى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف عليه وقد جدع أنفه وفجأت عيناه وقطعت أذناه وبقرت بطنه وليكت كبده رضي الله عنه، بكى رسول الله. جاء في بعض الروايات أن صوت رسول الله قد علا بالبكاء،
لم أرى هذا المنظر. ثم قال إيهن أيا حمزة، والله لقد كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. أعيد، وصولا للرحم فعولا للخيرات، وصولا للرحم فعولا للخيرات. في زمن كان السائد بين الناس فيه قطع الأرحام لأجل كلمة، ربما مقاتلة الأرحام من أجل كلمة. الأوس والخزرج رحم، قبيلة واحدة انقسمت إلى فخيذتين، تقاتل 40 سنة أو أكثر من أجل أمر بسيط. فهذا كان سائدا بين الناس، لكن نور الإيمان لما دخل إلى قلب سيدنا حمزة تحولت اللحظة الأولى من الغيرة والانتهابة إلى منهج حياة. هل وصل المقصود من ذكر قصة سيدنا حمزة؟ غيرة، حب، استثير هذا الحب غيرة، حصلت هذه الغيرة، تحول الأمر إلى ماذا؟ منهج حياة، همة، هجرة، تضحية، جهاد، أخلاق والتزام. سيدنا حمزة وهو من أعزة قريش رضي أن يهاجر، وكلمة أن يهاجر عند العرب صعبة، لهذا رفع الله أجر الهجرة. فينا من العرب عدد لا يزال إلى عهدنا أو قريب من عهدنا إلى قبل عقود بين القبائل، الذي يترك مطرحه وقبيلته وينتقل إلى قبيلة أخرى يقال له منقول أو نقيل. هذا انتقل من حيه إلى حي آخر، رتبته تكون أقل من أهل هذا الحي إلا في بعض الاستثناءات، لأنه لم يكن بين أهله فانتقل إلى غيرهم. هذا السائد بين الوضع القبلي عند العرب، وحمزة أبي النفس، فارس شجاع. كيف تقبل سيدنا حمزة أن يترك مكة التي أحبها وترعرع فيها، ويترك عزته التي أقامه الله تعالى فيها، ويخرج ليعيش غريبا يأكل من كد يده بعد ذلك بتعب ومشقة، يجوع يوما ويشبع يوما، ما السبب؟ هذه ثمرة الحب، الغيرة بعد الحب تحولت إلى منهج، إلى منهج يعيش عليه. كان وصولا للرحم، قال رسول الله كنت وصولا للرحم فعولا للخيرات. ربما في مجلسنا هذا أو من سيسمع بعد المجلس من بينه وبين رحمه قطيعة، مهما كان السبب، مهما أساءوا، مهما أجرموا، إن كنا بصدق تحركنا غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الليلة لا تبت إلا وقد صالحت الرحم، لا تبيت إلا وقد صالحتي ولو بالهاتف، لكن توقعي إذا اتصلتي أن يغلق في وجهك الهاتف، وتوقع أنك ستتصلين الثانية والثالثة والرابعة وترفضين، وأصري بعد ذلك. لم يقل كان واصلا للرحم، تأملوا أنتم عرب، كان وصولا، والوصول صيغة مبالغة، أي أنه مستمر. ما معنى مستمر؟ أي أنه قد يأتي من الرحم إساءة تستفزك، هذا استفزاز، نفسك استفزت وغضبت، أردت أن تقطعي؟ أين حب رسول الله؟ إن قام معنى الحب في قلوبنا الآن وصول للرحم. بر الوالدين، الصلة كما ينبغي على نهجه صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله فعولا للخيرات. الفعول صيغة مبالغة من فاعل، أي أنه دائما يفعل الخيرات وفعل الخيرات. إذن ثمرة الحب لرسول الله التي ننتهض بها بهذه الغيرة أن تتحول إلى حياة كل منا فيها فعول للخيرات. البعض قد يخطر بباله يقول نحن ننتظر كلاما يترتب عليه شيء، نخرج نعمل شيء، نرد على هؤلاء، نقول هذا مطلوب بوجهه الصحيح. لكن إن أردنا أن نسر قلب سيدنا محمد، فمع الغيرة التي برزت، مع التجاوب من الأمة في المقاطعة التي حصلت، نحن بحاجة أيضا إلى شيء آخر، أن يتحول هذا المعنى إلى حياة كما تحول في حياة سيدنا حمزة. وليتحول هذا المعنى إلى حياة نحن بحاجة إلى أمرين. الأمر الأول عنوان المحاضرات هذا، حي في قلوبنا. أما المقصود
بالموت الانتقال من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة فقد حصل، إنك ميت وإنهم ميتون. وهو حي صلى الله عليه وسلم بعد موته في برزخه حياة برزخية حقيقية، يرد السلام على من سلم عليه ويصلي على وتبلغه صلاة من صلى عليه، ويستغفر لأمته صلى الله عليه وسلم، ويحمد الله عز وجل على ما يعرض عليه من أعمالهم الحسنة، ويصلي في قبره كما جاء الأنبياء وأحياء في قبورهم مصلون. وكما جاء في الصحيح مسلم: مررت بموسى ليلة أسري بي فإذا هو قائم يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، ولو كنتم هناك لأريتكمه. هذا محفوظ يقين، لكن نحن نبحث الآن عن معنى آخر من حياته حي في قلوبنا صلى الله عليه وسلم. إخواني، إن أعظم رد نحن بحاجة اليوم إليه أمران: أولا حي في قلوبنا، بمعنى التعرف عليه صلى الله عليه وسلم. نعم نحن بحاجة، ليس الآن فقط، الآن وغدا وبعد غد إلى أن نموت، إلى منهج حياة في كل يوم نتعرف إلى رسول الله أكثر. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيط أحد بأخلاقه وهديه وآدابه وحاله الشريف، لا يوجد أحد يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى. فمهما عشنا في هذه الحياة فأمامنا الكثير من التعرف على رسول الله. إذن حياة رسول الله في قلوبنا أولها تعرف على رسول الله. كم كتاب قرأت في السيرة؟ كم سلسلة في السيرة استمعت إليها؟ مرة، مرتين، ثلاث، أربع، خمس، عشر؟ كم نحفظ من خصائص رسول الله؟ تعرفون معنى الخصائص؟ الأشياء التي تميز بها رسول الله عن غيره من الأنبياء وغيره من البشر، خصه الله بأشياء لم يعطها لأحد من البشر. مثلا من خصائصه الشفاعة العظمى يوم القيامة. الأنبياء يشفعون والشهداء والصلحاء، لكن الشفاعة العظمى التي تكون للفصل بين الناس في يوم الحشر عندما يضج الناس إلى آدم: يا آدم، يستغيثون بآدم: يا آدم اشفع لنا عند الله للفصل بين الناس من شدة الضيق والتعب. آدم يقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، كل واحد من ساداتنا عليهم السلام يقول: لست لها، لقد غضب ربي غضبا لم يغضب مثله من قبل. ينظرون إلى المسألة بشدتها: لست لها، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون إلى سيدنا محمد. الكل، كل الأمم حتى الذين تجرأوا عليه هم مضطرون يوم القيامة إلى طلب شفاعته. فيقول صلى الله عليه وسلم عندما يقال له: ذهبنا إلى آدم فاعتذر، ونوح فاعتذر، وابو إبراهيم وموسى وعيسى، يقول: أنا لها صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية من خصوصياتي، أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. ما معنى هذه الكلمة؟ لن أشرحها الآن، هذا عمل ينبغي أن نقبل عليه. من خصوصياته، من خصوصياته، من خصوصياته، الإمام السيوطي رحمه الله تعالى الحافظ ألف كتابا اسمه الخصائص الكبرى من مجلدين، وله اختصار في مجلد واحد، اقرأه. ما هي خصائص سيدنا محمد؟ هذا تعرف نحن بحاجة إليه. هذه الخصائص ليس للفخر وليس للمباحاة، هذه الخصائص لنعيش روح صلتنا بسيدنا محمد. ما أعظم جهلنا بسيدنا محمد، سامحوني على هذه الكلمة، المتكلم أولكم. ما أعظم وأقبح جهلنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعض إخواننا استغرب عندما قيل له إن رسول الله يرد السلام عليك إذا سلمت عليه. صحيح؟ سبحان الله، أيوجد من المسلمين من يجهل مثل هذه المسألة؟ نعم يوجد من الأمة من يستغرب إذا قلنا له إن من الصحابة من كانوا يتنازعون يكادون يقتتلون على فضلة وضوء سيدنا محمد. الوضوء بالضم هو فعل الوضوء، والوضوء بالفتح عند العرب الماء الذي يستخدم في الوضوء. كان الصحابة إذا توضأ صلى الله عليه وسلم الماء الذي يتقاطر من وضوئه اسمه الوضوء بالفتح، كادوا يقتتلون على فضلة وضوئه. من أخذ منها شيئا مسح بها وجهه، ومن لم ينل شيئا أخذ من البلل الذي بيد صاحبه. البعض عندما قلت هذا الكلام قال: لا يا شيخ كثير. البعض سمع مرة من يقول أنه ورد في صحيح مسلم أن أم سليم رضي الله عنها وأرضاها، أم أنس بن مالك رضي الله عنه، قالت: قال رسول الله في بيتنا، إنام القيلولة في النهار، وكان الوقت صيفا أي حر، فأخذ العرق يتحدر من جبهته الشريفة،
وصفه بعض الصحابة قالوا كأن عرقه حبات اللؤلؤ بريح المسك. صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أم أنس وتكنى بأم سليم: فأخذت جنينة قارورة فأخذت أسلت بها عرق رسول الله أجمعه في جنينتي، فلما وجد مس الزجاجة فتح عينيه وقال: ماذا تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أسلت عرقك فأضعه في طيبي فيفوق على طيب النساء. البعض لما سمع هذا قال: يا شيخ ربما تبالغون، أنت عندكم غلو في رسول الله، هذه في صحيح مسلم. ما المعنى؟ لماذا يشعر الإنسان في أول وهلة أن هذا قد يكون غلو قد يكون كثيرا؟ لأن نجهل رسول الله، لأن كأمة عندنا تقصير في معرفتنا بسيدنا محمد. هل أحكي لكم شيء أصعب؟ ربما أنتم مع محبتكم وغيرتكم الآن ربما لا تتقبلونه. أحكي أو أكتفي؟ لما دخل عروة بن مسعود الثقفي، عروة بن مسعود الذي أرسلته قريش قبل سهيل بن عامر، عروة بن مسعود لعله دخل أرسلته قريش ينظر مع صلح الحديبية ما الخبر حتى يقرروا يقاتلونهم أو لا يقاتلونهم. سمعوا أنهم خرجوا معتزلين السلاح سلما، ملبين محرمين ليس معهم سلاح، هذه قوة اسمها قوة السلم. الأمة اليوم مع الشعور بالقهر ومع الشعور بالاضطهاد والظلم أصبحت عاجزة عن أن تفكر في هذه القوة. نحن نحتاج إلى القوتين، قوة الحرب وقوة السلم. بعد أن قاتل ولا يزال قريش بينه وبينه قتال وحرب، خرج مع الصحابة قال: لا تحملوا سلاحا. طيب يا رسول الله نخرج إلى أناس أعداء؟ قال: نعم، نحن خرجنا محرمين وقريش سدنت البيت الحرام. هذا إحراج أمام المجتمع كما يسمونه اليوم الإحراج العالمي في السياسة. سأخرج بدون سلاح ملبي محرما، إن منعوني هم في إحراج، وإن أدخلوني مكة نوع من النصر، وإن قاتلوني فضيحة كبيرة عليهم بين العرب، هذا نوع من القوة. اليوم الأمة يصعب عليها تفكر فيها. لما خرج ابن مسعود الثقفي لم يكن قد أسلم بعد، أرسلته قريش قالت: انظر ما الخبر. رجع قال: أطيعوني ولا تقاتلونهم. أصبأت قال: لا، ولكني دخلت على كسرى في ملكه. من؟ كسرى. وعلى النجاشي في ملكه، وعلى قيصر في ملكه، فلم أرى أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا. تعرفون أن كسرى كان قومه يسجدون له؟ تعرفون أن قيصر كانوا يسجدون له؟ والصحابة ما كانوا يسجدون لرسول الله، لأن في ديننا السجود لغير الله حرام، كان في الشرائع السابقة ليس بحرام. أخوة يوسف سجدوا له والملائكة سجدوا لآدم، لكن في شريعتنا إثم، لا نقول شرك لكن إثم حرام، إلا لو قصد به العبادة والعياذ بالله فهو شرك. صحابة ما سجدوا لرسول الله، لكن ما المعنى؟ هل تستشعرون ما المعنى الذي كان في قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي جعل عروة يشعر أن هذا التعظيم أكبر من تعظيم الذين يسجدون لملوكهم؟ ما كانوا يسجدون له؟ نعم، لكن كان في قلوبهم قوة امتلاء بحضرته. تعرفون ما الذي رأى عروة؟ ذكر قضية أنه ما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوءه، ذكر أنهم يجلسون بين يديه وكأن على رؤوسهم الطير. اسمع، ذكر القضية التي قلتم قولها، أنتم قلتم قولها. قال عروة: والله إنه ما تنخم نخامة، يعني تفى باللهجة العامية، إلا وقعت في يد أحدهم. هذا في صحيح البخاري، اذهب وسأل. إلا وقعت في يد أحدهم يدلك بها وجهه. اسمع، الذين يتكلم عنهم أنظف مني ومنك، ها؟ هؤلاء صحابة. لكن الفرق بيننا وبينهم أن حب وعظمة رسول الله كانت في قلوبهم إلى الحد الذي طووا به مألوفات الأنفس في النظر إلى ما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض ما ذكره بعض الأئمة الريح ريح المسك. نعم، قد لا يكون في مثل هذا الموقف من الصائب أن نحكيها على العالم، لكن اليوم أحكيها لكم وللعالم.
كم منا كان يجهل هذه القضية قبل أن يسمعها؟ ربما البعض سمعها قال لا 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 هذه مبالغة غير صحيحة، في البخاري موجودة، صحيح البخاري. نحن نجهل رسول الله، نجهل كثير من رسول الله. كان الصحابة يحفرون الخندق، فمر عليهم يوم كامل ما وجدوا أكلا، أحيانا يجدون تمرة تمرتين ثلاثة قطعة خبز صغيرة. في يوم من الأيام انتهى الأكل، ما عندهم أكل، وهم في تهيؤ للقاء العدو يحفرون الخندق، ما هناك فرصة يذهبون يبيعون ويشترون أو يزرعون، لأنه الآن في قضية حساسة، ما هناك مخزون نفد. الجوع عض على بطون الصحابة. اليوم الثاني ما وجدوا طعام. يقول هذا، وربما منا والمتكلم منكم من يتجشأ من الشباحة، لا بأس نحمد الله على النعمة، لكن دعونا نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم. مر اليوم الثاني ما وجدوا طعاما، ويعملون في رمضان كثير منا يترك العمل لأنه قال خلاص أنا صايم، وهو تعشى وتسحر والإفطار يأكل والمكيف، يعملون ويعملون عمل شاق، أشغال شاقة، حفر وتعب. جاء اليوم الثالث لا يوجد طعام، فاشتد عليهم التعب، فجاءوا إلى رسول الله. كشف ساداتنا الصحابة عن بطونهم، كشفوا بطونهم، فنظر رسول الله إلى بطونهم، فوجد على بطن كل منهم حجرة مربوطة يربط الحصى في مكان المعدة لتضغط على المعدة تخفف من ألم المعدة. فقالوا يا رسول الله الجوع. فتبسم روحي له الفداء. كان إذا تبسم افتر فمه عن مثل حب الغمام. وكشف عن بطنه الشريف، فإذا على بطنه حجران من شدة الجوع. نريد أن نتعرف على نبينا. كنت أذكر في الأسبوع الماضي وحكوا هذا الكلام، يذكر الإمام المقريزي وينسبها إلى الواقدي في كتابه إمتاع الأسماء، أنه عندما كان في توجهه إلى معركة فتح مكة النصر الأعظم للأمة، كان منطلق الأمة بعد ذلك إلى العالم، الجيش 10,000 ولحق به قريب منه، وتهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش يستعد، معركة كبرى. فيمر في الطريق فيلمح في الطريق كلبة قد ولدت للتو وعليها أثر التعب، حيوان كلب قد تعبت للتو وعليها أثر ولدت وعليها أثر الإجهاد، فنظرت بخوف ووجل لما رأت الجيش الخيول والجمال والركب فرسان مقبل عليها هكذا لا تستطيع تحمل جراءها ولا، فخافت توحشت. فنظر إليها رسول الله، يا رسول الله أنت عندك وقت؟ قال لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونظر إلى أحد الصحابة وقال قفها هنا بجانبها ونبه الجيش حتى لا يطأوها. تعرفون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم؟ إخواني، نحن بحاجة أن نعرف نبينا. اقرأوا الخصائص، اقرأوا نوع من الكتب اسمها الشمائل، لنا سنوات نكرر هذا الكلام، الآن تنبهوا، الآن قبلوا على الشمائل. الإمام الترمذي صاحب السنن ألف الشمائل النبوية، شرحها عدد من الأئمة، منهم الإمام ابن حجر الهيثمي ومنهم جسوس المغربي. الإمام المناوي المصري ألف كتابا في الشمائل من أجمل ما ألف في الشمائل، اسمه الروض الباسم في شمائل أبي القاسم، الروض الباسم في شمائل أبي القاسم، طبع وحقق، وهو من أمتع ما ألف، اقرأوا شمائله. الإمام البغوي له مجلدان في الشمائل، اقرأوا شمائله صلى الله عليه وسلم. هذا نوع ثاني. كلمة شمائل أي الأوصاف الخلقية والخلقية. الخلقية نعرف أخلاقه، فلماذا نعرف أوصافه الخلقية؟ لماذا نعرف شكله؟ هذا سؤال يخطر على البال؟ ممكن البعض في السنوات الماضية يسألون ما الداعي نذكر شكله، وجهه، عينه، عنقه، بطنه؟ لا لا لا، خلونا نتكلم عن رسالته، نقول رسالته منه، وبقدر صلتنا به نتصل برسالته. لماذا حفظ الصحابة والتابعون لنا أوصافه الجسدية؟ تقرأ في كتب الحديث
هذا يصف وهذا يصف وهذا يصف وأدخلوها في علم الحديث والسند والجرح والتعديل واعتناء واهتمام. يقول الحسن رضي الله عنه سيدنا الحسن صبت رسول الله يقول ذهبت إلى عمي هند بن أبي هند بن أبي هالة رجل اسمه خالي اسمه هند بن أبي هالة خالهم أخو سيدتنا فاطمة الزهراء لأمها من أب غير رسول الله قبل أن تتزوج السيدة خديجة رسول الله. يمكن بعضنا أول مرة يسمع ويعرف أن السيدة خديجة لها ابن اسمه هند. نحن بحاجة أن نتعرف إلى رسول الله. فذهبت إلى خالي هند بن أبي هالة وقلت وكان رجلا وصافا يعني كان بين العرب مشهورا يحسن الوصف. فقلت له يا خال صف لي جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أتشبث بها. وكان يعرف رسول الله. سيدنا الحسن سيدنا الحسين كل منهما كان حجر رسول الله ملعبه وريق رسول الله مشربه وظهر رسول الله مركبه. هم كانوا يأتون رسول الله ساجد فيصعد أحدهم على ظهره صلى الله عليه وسلم في الجماعة أمام الناس في المسجد فيطيل السجود فيستغرب الصحابة يا رسول الله رأيناك أطلت. قال إن ابني هذا ارتحلني وكرهت أن أنزعه فانتظرت حتى نزل صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك مع أنهم رأوه وعرفوه عرفوه وانتقل وسيدنا الحسن في الثامنة من عمره مع ذلك الحب راح يسأل ذكرني أكثر بأوصافه صفه لي. قال فكتمتها عن أخي الحسين زمانا ثم حدثته بها فوجدته قد سبقني إلى خالي وسمعها ثم ذهب إلى أبي فسمع شيئا آخر. تسابق في معرفة أوصافه الخلقية والخلقية. إذن عندنا الخصائص وعندنا الشمائل عندنا شيء ثالث السيرة. لا يعتقد أحدنا أنه إذا قرأ كتابا في السيرة عرف سيرة رسول الله أو سمع حديثا أو سلسلة من الأحاديث في السيرة أو من الدروس قد عرف سيرة الرسول. لا يا إخواني انظروا في عصرنا هذا كم من الدعاء بارك الله فيهم تكلموا في السيرة في السنة هذه والتي قبلها والتي قبلها 4-5-6 من مشاهير الدعاء في الإعلام سردوا السيرة الشريفة وغيرهم أعداد في المساجد وفي غيرها. ومع ذلك لا نزال نحتاج نسمع السيرة. هناك مختصرات في السيرة هناك متوسطات في السيرة هناك موسوعات في السيرة. الإمام الصالح الشامي رحمه الله ألف موسوعة من 12 مجلدا 12 مجلد. طيب يا جماعة السيرة نعرفها في مكتيب صغير سردناها وانتهت. قال لا 12 مجلد 12 مجلدا في السيرة اسمها سبل الهدى والرشاد. سبل الهدى والرشاد اشتهرت بالسيرة الشامية. لا نقول سنبدأ من البداية من 12 مجلد لكن هذا مشروع في حياتك أنت في حياتك أيضا. نقرأ سيرة رسول الله اجعله وردا من أورادنا. كل يوم سنقرأ شيء من السيرة. ختمنا كتابا في السيرة كتابا في الشمائل ختمنا كتابا في الشمائل كتابا في الخصائص ختمنا كتابا في الخصائص بعد عدة أشهر سنرجع مباشرة نختم الخصائص نقرأ كتاب آخر في السيرة. الإمام النبهاني له سيرة الإمام القسطلاني له سيرة الإمام بن كثير له سيرة ابن هشام له سيرة من المتأخرات إحدى الفاضلات من الشام ألفت كتاب في السيرة الأستاذة سميرة الزايد في 8 مجلدات واختصرته في مجلدين سيرة كتاب في السيرة. نستمر نقرأ في السيرة. أيضا شيء آخر إذا جلسنا مع بعضنا البعض اجعلوا رسول الله حاضرا بيننا في مجالسنا. ما معنى حاضر بيننا؟ أقرأ بالمعاني تناولوا سيرته اجعلوا حاضر في تناولنا لسيرته. إذا جلسنا بدل القيل والقال قرأت في الكتاب الفلاني قصة كذا وكذا سمعت في الشريط الفلاني أن الحبيب صلى الله عليه وسلم سبحان الله. واجعلوا محل حوار بينكم أي اجعلوا مجالسنا تشتغل برسول الله صلى الله عليه وسلم تحيا مجالسنا بذكره صلوات ربي وسلامه عليه لنعرف نتعرف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما يتعلق بالمعرفة. نحن قلنا أمران ها التعرف وسيأتي أمر آخر لكن في التعرف هذا أول ما يتعلق بالتعرف. الأمر الثاني الذي يتعلق بالتعرف التعرف. هو الله حرف قلوبنا.